وما لقيتش بيزلي وقتها يعني زمان. محدش كان هيستفيد من سجني، بالعكس انا بره حاولت اسعد الناس اللي كنت انا سبب نكبتهم، وكفرت عن ذنبي، دفعت الدية وصمت شهرين زي القرآن ما قال. انت تصرفت تصرف نبيل فعلا، لكن مع الاسف ده ملوش دعوه بسير القانون. جدي في ايه يا نادية؟ في ايه يا حبيبتي؟ انتوا جايبينها هنا ليه؟ انتوا لازم ما تعرفوش نادية كويس، دي بنت الشهيد الطيار صادق عبد الكريم ابني. كل الاحترام للشهيد، اتفضل. في ايه بس؟ في ايه بس؟ الله، نادية بتعملي ايه هنا؟ انا جيت عشان اكفر عن جريمتي. جريمتك؟ ايوه، انا اللي دهست براتك. لا لا لا، انت دوسي على الشنطه. شرفك انها دس على الشنطه. ايوه، الجرايد قالت كده. مفيش جرايد جابت سيره الشنطه بالمره. الله، هي مش كانت مسافره؟ ضروري كان معاها شنطه، ضروري. انتظر لحظه من فضلك. اتفضلي اقعدي يا نسادة. اتفضلي. اتفضلي شوية. أرجوك تتذكري كويس. لما نزلت من عربيتك وقت الحادثة وبصيتي في الشارع، ما شفتش حد ماشي، عربية فايتة، أي حاجة؟ مش فاكرة حاجة. فكري كويس. يمكن أي حاجة صغيرة تفيد التحقيق. فكري. أفتكر كان في عربية فاتت من جنبي بسرعة، وكانت هتصدمني لدرجة اني صرخت. ما تفتكيش نمرتها، شكلها، لونها. اظن عربية كابروليه رمادي. زكي، عربيتك كابروليه رمادي؟ لا لا، ايوه، لكن انا بعتها من زمان. كذاب، انت حضرت الحادثة؟ لا ابدا. عزيزة كانت عندك مش كده؟ ابدا ابدا. انت اللي وصلتها بعربيتك، انت اللي كانت بايتة عندك ليلة الجمعة. مش صحيح، مش صحيح. لا صحيح يا نادي يا جماعة. سيبه دكتور عادل، اظن احسن لك تعترف. اعترف بيه؟ انا ما عملتش حاجة. انت اللي دوستها بعربيتك الكابورليه الرمادي. انا ما دوستهاش. امال مين اللي دسها؟ هي كانت عندك وانت وصلتها للبيت، تبقى انت اللي دوستها او شفت اللي دسها. اذا كنت بريء صحيح اعترف بالحقيقة ولا احطك في السجن. السجن؟ امال فاكر ايه؟ قول الحق احسن لك. انا هقول كل حاجه. هي اللي جات لي بنفسها، ويوم الجمعه بالليل وصلتها بعربيتي لشارع الحلواني. البيت يمكن يكون داخل ولا خارج، يشوفنا تبقى مصيبة. البسي البلطو ولا تاخدي برد. خايف عليا اموت؟ اللي تعمل ايه يا زكي لو تصبح على خير؟ خلاص هتيجي بكره؟ اعمل نفسك كنت مسافر وجيت تزورنا. ولما عينيا تفتن عليا. يعني ايه؟ انت ما انتش عارفه الغنوه اللي بتقول اللي يحب يبان في عينيه ابقى ما تبصليش. ايه ده معقول يا حياتي؟ انا كنت استني شويه. بكره على الغدا والا مش هاجيلك يوم الاحد.